أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن دورة تعليم برنامج PowerPoint. في المحاضرة السابقة تعلمنا كيفية إدراج الأشكال والصور ومربعات النص، وطبعا يعني إذا ما نبالغ أنه هذه هي أهم الأمور اللي ممكن أن ندرجها بداخل برنامج PowerPoint. إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة راح نستخدم هذه الثلاث أمور لعمل تصميم فني بداخل PowerPoint. في البداية نفتح مشروع جديد من النيو، ومن ثم نختار PowerPoint، نسميه مثلا التطبيق 1. طيب بعد ما نفتح العرض راح يطلب من عندنا ان ننقر حتى نضيف الشريحة الاولى، وطبعا كما نوهنا في المحاضرة السابقة انه يفضل نحذف Text Area او القوالب الجاهزة مع الشريحة. راح نصنع تصميم بسيط للمعمارية العراقية زها حديد. طبعا راح يكون هذا التصميم هو تثمينا لجهودها الرائعة والإبداعية اللي دائما نفتخر بها. طبعا عندنا هنا بالأسفل عندنا هنا علامة الزائد وعلامة الناقص. الزائد اللي هي راح تكبر لي الشريحة، وطبعا الناقص اللي هي راح تصغر لي الشريحة. طيب راح نروح على قائمة إدراج ونختار شكل مستطيل، وراح نضيف شكل مستطيل لثلاثة أرباع الشريحة بهذه المنطقة، وراح نختار اللون الأزرق. هذا هو اللون الأزرق للشريحة، يعني عندنا هذه الشريحة ضفنا شكل لثلاثة أرباع الشريحة تقريبا، يعني بهذا المقدار. الخطوة التالية راح نضيف صورة للمعمارية زها حديد. طبعا إذا نجي إلى جوجل نكتب المعمارية زها حديد، طبعا نحاول دائما نختار الصور الكبيرة حتى تطلع واضحة وذو جودة عالية. فحتى نختار الصور الكبيرة، بعد ما احنا اختارينا على الصور نذهب الى ادوات ونذهب الى الحجم ونختار الصور الكبيرة الحجم. بعد ما نختار الصور الكبيرة الحجم راح تظهر جميع الصور بدقة عالية. طبعا كل هذه الصور تخص المعمارية زها حديد، سواء انه صورها الشخصية او صور اعمالها. مثلا انا راح اختار هذه الصورة، طبعا ننتظر الصورة تحمل او ممكن نضغط عليها دبل كليك ونفتحها. طبعا نضغط كليك ايمن ونختار سيف ايمج از ونحفظ الصورة. طيب انا حفظت الصورة واقتصيتها بالفوتوشوب، وطبعا راح نتعلم طريقة الاقتصاص بداخل برنامج PowerPoint. ناخذ كمثال، مثلا انا عندي هذه الصورة، وهذه الصورة حبيت اقتص من عندها هذا الجزء. طبعا عملية الاختصاص احدد الصورة واروح على تنسيق، وعندنا هنا على اليسار الامر اقتصاص او كروب اذا كان بالانجليزي. اضغط على الايقونة راح تظهر عندي مقابض، هذه المقابض بهذا الشكل. اصغر المقابض كما في الاختصاص بداخل الموبايل بنفس الطريقة تقريبا. نصغر المقابض، ممكن انه نصغرها بالاعلى وكذلك من الاسفل. بعد ما اكمل عملية الاختصاص اضغط مرة ثانية على الامر اختصاص حتى انهي العملية. اذا الاحظ ان الصورة اصبحت بهذا الشكل. طيب بنفس الطريقة ممكن انه نقتص الصورة هذه، ممكن نختار هذا الجزء بنفس العملية. طيب انا استخدمت الفوتوشوب، افضل واسرع. طبعا اللي ما عنده معرفة ببرنامج الفوتوشوب طبعا ممكن يدخل الى المنصة التعليمية، وطبعا يذهب الى الكورس الخاص بالفوتوشوب، كورس مجاني ممكن راح يستفاد من عده كثيرا في دورة PowerPoint. طيب ندرج الصورة، طبعا هذه هي الصورة، راح اصغرها اني بهذا الشكل وراح اضعها بهذا المكان بهذه الطريقة. طيب راح نضيف اطار لهذه الصورة، طبعا من خلال انه نحدد الصورة ومن تنسيق على اليسار هنا عندنا حدود الصورة، نضغط على حدود الصورة ونختار اطار بلون معين. طبعا انا راح اختار اطار بنفس اطار هذا الشكل اللي هو هذا الاطار حتى يبين كأنما انه الصورة منبثقة من الشكل. طيب ممكن انه نزود الوزن مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة، ممكن يكون بهذا الشكل. الخطوة التالية انه راح اضيف شكل، هذا الشكل مستطيل راح اضيفه بهذه المساحة، بهذه المساحة.
وطبعا عندنا هنا من تعبئة الشكل راح اختار اللون الابيض، اللون الابيض، هذا اللون الابيض. طيب اذا نلاحظ هنا عندنا اللون صارخ جدا، ممكن انه نخليه يكون بشفافية اقل من خلال انه نضغط كليك ايمن على الشكل ونذهب الى تنسيق الشكل. طبعا راح تطلع لنا هذه النافذة، نذهب الى تعبئة، ومن تعبئة راح نقلل الشفافية. اعتقد انه اصبح اجمل الان. الان راح نضيف مربع نص بهذه المنطقة، وراح نكتب المعمارية العراقية زها حديد. طبعا راح نكبر الخط قليلا، وراح نكبر كلمة زها حديد. طبعا راح اغير الفونت، مثلا نختار فونت من الخطوط الموجودة، راح اختار انا هذا الفونت اللي هو GES. طبعا هذا الفونت لابد انه تنصبوه، يعني ما متوفر من ضمن الويندوز، من ضمن فونتات الويندوز. طبعا ان شاء الله راح ارفق لكم اياه مع مرفقات هذه المحاضرة. طيب زها حديد راح نختار لها لون، مثلا هذا اللون ممتاز. ممكن هنا المعمارية تكون بهذا اللون. الان راح نقدم النص الى اليسار بهذا الشكل، وطبعا راح نضيف خط. هذا الخط راح نرسمه. طبعا هذا الخط حتى يرسم عدل اضغط شيفت، يعني قبل ما انهي من كليك الماوس ابقى ضاغط على شيفت، لان اذا بدون شيفت ممكن يكون اعوج، فممكن نضغط شيفت حتى يكون الخط عدل. طيب هذا الخط اذا لاحظ انه هو رفيع، طبعا ممكن انه نضيف له سمك مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة من تنسيق المخطط التفصيلي الوزن. وطبعا ممكن نختار هذا الوزن، ممكن يكون مناسب، طبعا ممكن نوسطه بهذا الشكل. الان راح نضيف مربع نص بهذا المكان، وراح نكتب معلومات المعمارية زها حديد، مثلا المواليد 1950، مسقط الرأس بغداد، الشهادة هندسة معمارية. طبعا راح نضغط على Ctrl A وراح نغير الفونت، راح اختار نفس الفونت اللي استخدمته قبل قليل، وراح اختار لون اخر، مثلا راح اختار هذا اللون. ممتاز، ممكن شوية ننزل المعلومات بهذه المنطقة. جميل. طبعا ممكن الشكل المستطيل يمتد الى النهاية، وممكن يكون قبل النهاية بقليل ايضا يكون جميل. طبعا بما انه قدمنا الشكل المستطيل راح نقدم المعلومات ايضا حتى يكون بشكل اجمل. الان راح نضيف من ادراج مربع نص، راح نكتب هنا اشهر اعمال زها حديد. طبعا راح نخلي اللون ابيض، وراح نختار الفونت ايضا نفس الفونت، طبعا راح نخليها بهذا المكان. وطبعا راح نضيف شكل مستطيل، هذا شكل مستطيل فقط لزيادة الجمالية بهذا الشكل. وهذا الشكل المستطيل ممكن يكون باللون الأصفر الداكن، مثلا بهذا الشكل. طبعا ممكن انه نزيد من حجم الخط لهذه العبارة. جميل. الآن راح ندرج في هذه المنطقة أشهر أعمال المهندسة، طبعا من إدراج مربع نص في هذه المنطقة. راح نذهب إلى جوجل ونكتب طبعا أبرز أعمال زها حديد، راح تطلع لنا هذه النافذة، وراح نختار أشهر الأعمال. مثلا عندنا هنا المجمع الفني في أبوظبي، ناخذ من عنده كوبي، وطبعا نجي لهنا كليك أيمن ونختار هذا الخيار حتى يهمل لنا التنسيق البرمجي. يفضل انه دائما من نريد نلصق نختار هذا الخيار اللي هو الاحتفاظ بالنص
فقط. طيب نجي نضيف عمل آخر، مثلا راح نختار المركز الرئيسي لشركة BMW في ألمانيا، عمل مميز وجميل. أيضا نضيف عمل آخر، ممكن مجمع كرة القدم في طوكيو، عمل رائع أيضا. ننزل إلى الأسفل، مركز الفنون الحديثة بروما، أيضا جسر أبو ظبي، أيضا من الأعمال الرائعة والشهيرة. ممكن نختار هذا المعلم اللي هو مبنى الفن المعاصر في أوهايو، ممكن نختاره. طبعا ممكن نتخلص من المساحات حتى تصير عندنا مساحة. أخيرا ممكن نختار مركز العلوم التفاعلي في ألمانيا بهذه المنطقة. طيب الآن أصبح عندنا هذه المعلومات، طبعا ممكن أن نختار خط نفس الخط، وطبعا نختار اللون اللي هو الأبيض ونكبر ممكن حجم الخط قليلا. إذا نلاحظ أنه الأسطر متلاصقة مع بعض، ممكن نزيد من التباعد من الصفحة الرئيسية، طبعا من هذه الأيقونة اللي هي تباعد الأسطر، نضغط على هذا الخيار ونزيد إلى مثلا 5. ممكن نصغر حجم الخط قليلا، راح يكون مناسب. طيب ممكن نصغر أكثر حتى يكون مناسب أكثر. طيب إذا لاحظ أنه هنا عندنا مشكلة باللغة الإنجليزية مع هذا الفونت، ممكن نختار فونت عادي ماكو مشكلة، ممكن هذا الفونت جميل، فقط عندنا هنا سبيس يحتاج، ممتاز جدا. الآن راح نغير ألوان هذه النصوص، ممكن راح نخليها باللون الأصفر، بهذا اللون ممكن يكون أجمل. الآن راح نضيف تنقيط لهذه الأعمال من خلال أنه نحدد الأعمال Ctrl A، ومن الصفحة الرئيسية نضيف قائمة نقطية، هذه هي القائمة النقطية، نختار هذه القائمة النقطية. طبعا عندنا هنا سطر زائد، ممكن نصعد إلى الأعلى ويكون بهذه الطريقة. طبعا ممكن أنه نصغر الخط، يعني مكان ما 16 ممكن يكون 14، أعتقد أنه يكون أجمل. ممتاز. وعندنا هنا طبعا خطأ إملائي لغوي، ممكن نختار إضافة إلى القاموس. بخطوات بسيطة حصلنا على تصميم أنيق وبسيط في نفس الوقت. طبعا مثل ما نوهنا في المحاضرة السابقة أنه أغلب التصاميم هي أما شكل يا أما صورة يا أما مربع نص يا أما خليط من هذه العناصر الثلاثة. طبعا راح نشاهد إن شاء الله في المحاضرات القادمة أغلب الأحيان راح يكون استخدامنا ما يتجاوز العناصر الثلاثة. هذه العناصر جدا مهمة وضرورية في إنشاء أي عرض من عروض باوربوينت. واجب هذه المحاضرة هو عمل تطبيق لهذه المحاضرة. طبعا بإمكانكم أن تختارون صورة أخرى وطبعا لون آخر ومعلومات أخرى أيضا، يعني مو إلا مقيدين بنفس المعلومات. أنا اختاريت هذا التصميم تثمينا وتقديرا للمهندسة المعمارية زهاء حديد. نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى.